متهيئين بالنسبه لنا احنا انا اليوم كمان شنو في احنا ما خدناش التوقع توقعش لاش لاش نشوف شوف اش شي خدنا نشكو تحليله عم نول في الصحب الكورونا الدنيا معبيه بالفيديوهات اللي حبوا جوا اصلا حتى عم نور وبعد تاني ما سكت سكنا الدنيا الوضع صح يكون مكان هذا خلاش كنت مش يضرب عليا وانا قاعد يبلدك شو